السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. احنا النهاردة فين؟ احنا عند سنتر جامع البنات. النهاردة كل ما يخص الحفظات الاسعار بدأ معانا من اول 70 جنيه في المكان. معانا كل الحفظات، النساجون والقطيفة الحفر، الحاجات الليزر، معانا كمان الجبلان، كل حاجة هنشوفها معانا النهاردة، مقاسات واسعار وخامات كمان. تابعوا الفيديو للنهاية، ما تبخلوش عليا بلايك وشير، بحبكم في الله ويلا بينا نشوف عرضنا النهاردة. 70 جنيه دي اللي هي 70 في مترين. الجمال ده اقسم بالله تحفه. دي المتر في 2 عامله 140 جنيه. بص دي ظهر جلد يا جماعه. كام دي برضو؟ دي الجوبلان الترند بقى السنه دي. الجوبلان ترند. 60 في 2 ونص تمام. الجمال ده. دي النساجون 2 في 4 جنيه، دي 2 في 3. حلو قوي قوي. واللمعه ما بتروحش وكل حاجه على ضمانتي انا. بصوا بقى معانا دي 2 في 4 160 في 2 ونص. انا عايز اقول لك تمشي سجاده لوحدها. 2 ونص في 3 ونص يا جماعه. وير يعني حاجه قمر زي كده قلنا. حلو قوي النساجون دي. عامله كام المتر في 3؟ جامع البنات كل ما يخص الحفظات والاسعار بدأ من كام معانا يا محمد؟ دي بادئه مشايه زي كده حافظه. عامله كام؟ ب 70 جنيه. دي اللي هي 70 في مترين. تمام ب 70 جنيه. عايز اقول في منها الوان كتير. بصوا كل الوانها زي ما انتم شايفين اهي. تمام بنيات ونبيتي وفي اللون الزهري ده كمان. تمام بدانا معانا هنا النهارده من اول 70 جنيه. في معانا تاني بعد كده اللي هي متر في 2. اللي هي المتر في 2 دي اعرض واكبر شويه. بصوا كده دي المتر في 2 عامله 140 جنيه. حلوه جدا عرضها كويس برده. تمام تسلم ايدك. برده الوان واشكال منها. بصوا كده معانا ده دي منها تشكيله كبيره جدا برده. تمام دي الحافظه الصغيره اللي هي 150 في 2 متر. 150 في 2 متر بتاع الانترات والحاجات الصغيره دي الاماكن الضيقه. وعامله كام دي برضو؟ دي ب 180 جنيه. حلو قوي قوي. دي اللي هي التركي صح؟ 150 في 2 متر. بص هنا بس عشان تبان معاها شكلها اهي. دي هتبقى عامله 100 وكام؟ 180 جنيه. تم اشكال برضو والوان منها موجوده. اشكال والوان منها معانا برضو. اللي هو المقاس الوسط. الوسط. انا هفرد قصادك بقى عشان ايه محدش معانا هنا يفرد يا جماعه. اه ده الوسط. حلو قوي دي برضه ومقاسه كويس. عامله كام دي؟ 160 في 2 ونص. 160 في 2 ونص. وثمنها؟ 250. 250. اشكالها برضه كتير. اشكال والوان منها كتير برضه يا جماعه. معانا برضه حافظه زي كده. حلو قوي. دي هتبقى طول وعرض كام دي؟ افردها معانا كده. دي 2 في 3 وسعرها كام؟ دي عامله 320. 320 ممكن تسيب ايدك اللي تحت تبان طولها وعرضها بس. بصوا الجمال. دي هتبقى عامله 320 جنيه. دي 2 في 3. حلو قوي قوي. تمام تسلم ايديك. دي اشكالها. بص كل دي اشكال ليها والوان. اشكالها كتير جدا. تمام كل درجات الالوان متاحه. تمام قلنا عامله 320. 320. بصوا بقى معانا دي 2 في 4 سعرها كام برضو دي؟ دي 500. دي 2 في 4 يا جماعه للمساحات الكبيره بقى. دي عايزه الصاله كبيره حاجه كده. حلو قوي قوي تسلم ايديك. الوان برضو كتير جدا يعني معانا من اول مقاس 70 في مترين لحد اكبر حاجه معانا كام؟ 2 في 4 وفي 2 ونص في 3 ونص. 2 ونص في 3 ونص. تمام معانا حاجه زي كده. دي اللي اقرض شويه. دي اقرض. تمام عايزه اقول لكم ان في درجات الوان كتير جدا واشكال كتير جدا للحفظات هنا. بصوا الجمال. دي 2 ونص في 3 ونص صح؟ ودي سعرها كام دي؟ دي عامله 550. 550. 2 ونص في 3 ونص يا جماعه. اشكال برده منها كتير جدا ودرجات الوانها كلها متاحه. في تليجرام موجود في المكان ولا مفيش؟ موجود. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق لو عايزين تشوفوا الشغل ده كله. بينزل عليه الشغل طبعا يا بكر صح؟ بالاسعار. تمام. السنتر يا جماعه مش حافظات بس، السنتر فيه كل ما يخص المفروشات. تجهيز العرايس بالكامل. تمام. بصوا معانا بقى النساجون يا جماعه. بمقاساتها برده. ايه الجمال ده؟ حلو قوي النساجون دي. عامله كام دي؟ دي ماشيه متر في 2 عامله 180. 180 جنيه متر في 2 يا جماعه النساجون. الاسعار دي بعد الغلا بقى يعني بعد زياده الاسعار لانها كانت اهدى من كده. والنساجون حاجه محترمه. دي ب 180 صح؟ متر في 2. بص درجات الوانها. انا عايز اقول لك الكشمير دي تحفه. حلوه جدا جدا. الوانها كلها حكايه حكايه بجد. الوان الكشميرات والوان منها كتير. تمام النساجون عندنا مقاساتها كلها برده. تمام بصوا دي برضو النساجون. دي ماشيه متر في 3. دي متر في 3 تنفع لطرقه برضو. عدلها لنا كده معانا. عامله كام المتر في 3؟ 230. متر في 3 عامله 230 وتنفع لو مطبخ برضو طول طويل فتمشي معاكي حلوه جدا. تمام الوانها برضو كلها حلوه جدا جدا. مش عايز تفتح لنا كشمير ليه يا محمد؟ افتح لنا كشمير نتفرج عليها كده عشان لون يبان. معلش تعبتك بقى على ما طلعتها لان الكشمير بجد هيبان فيه اللمعه بتاعتها اكتر من الغوامق كمان في التصوير. يعني حاجه قمر زي كده قلنا عامله 200 وكام؟ 230. دي النساجون يا جماعه مترين
تلاتة متر في اتنين في تلاتة متر في تلاتة. تمام. درجات الالوان كلها موجودة بقى، سواء اللي هو اللون الجري في ال، بصوا في الروز الوان كتير، كله كله بصوا كل دي الوان ليها. تمام حلو قوي. بصوا كده احنا لسه في النساجون. تمام. دي المقاس الوسط. دي المقاس الوسط. هو 160 في 2 ونص. 160 في 2 ونص. انا عايز اقول لك تمشي سجاده لوحدها. سعرها كام دي برضو؟ يا عم 300. 300. دي المقاس الوسط يا جماعه ب 300 جنيه. انا عايز اقول لكم المقاس الكبير اصلا كان 300 و 320 قبل زياده الاسعار يعني، بس دلوقتي كل حاجه اسعارها رفعت خالص، فانتوا اعذرونا يعني على الاسعار. تمام. الاسعار الجديده لسه ما رفعناش كمان، يعني احنا بنبيع بالسعر القديم. تمام. دي النساجون الكبيرة اللي هي الاثنين في ثلاثة. عايز اقول لكم دي غسيل وفرش واللمعة ما بتروحش وكل حاجة على ضمانتي انا. دي النساجون عاملة كام؟ 420 جنيه النساجون المقاس الكبير يا جماعة. اشكال منها برضو كتير جدا جدا، كل الدرجات. بصوا كل المتعلق ده، بصوا اهو عايز اقول لكم عليه. كل ده يا جماعة النساجون مترين في ثلاثة، قلنا عاملة 400 وكام؟ 420 جنيه. ودي برضو هتبقى اسعار جملتها كمان يا جماعة. هما هياخدوا جملة وقطعي سعر واحد يا بكر صح؟ يعني قطعي بنفس السعر. في شحن ولا ما فيش للجمله ولا قطعي؟ يعني لو حد عايز حافظتين تشحله. تمام. دي برضو نسجون. دي 2 في 4 ما شاء الله اللهم بارك يعني، وشكلها حاجه ايه الجمال ده. دي النسجون 2 في 4 بكام؟ 550 جنيه النسجون 2 في 4. اعذرهم لانها تقيله جدا انا عارفه يعني، دي حاجه محترمه اعتبره سجاده والله العظيم سجاده حلوه قوي. تسلم ايديك. تمام. تتفرش سجاده. تسلم ايديك. الوان برضو وموديلات منها كتير. تمام. رسومات واشكال. بصوا بقى دي الجبلان الترند بقى السنه دي. الجبلان ترند. عامله كام الجبلان دي؟ مقاسه كام؟ دي 2 في 3 جبلان. استنى لنا يا بكر لسه ما صورناش. بص جبلان 2 في 3 عامله 430 جنيه، بس حاجه برضو محترمه. 480 سوري. الجبلان بصوا دي حاجه بارزه لبره كده، دي 480 2 في 3 جبلان، الوان برضو موديلات كتير. تمام. بصوا معانا بقى القطيفه المبطن الحفر. عايز اقول لك دي طابلو لوحده يعني، ممكن تنزل ايدك يا محمد تبان شكلها. عامله كام دي؟ دي عامله 450. ومقاسه كام؟ 2 في 3. استنى يا بكر استنى انا يا بكر. بصوا دي ظهر جلد يا جماعه عامله 400 وكام؟ بصوا 450 ظهر جلد قطيفه حفر 2 في 3. تمام. بصوا مقاسها ما شاء الله اللهم بارك، والوانها كلها عايز اقول لك تشكيله الوان رهيبه رهيبه. بص كل دي اشكال، والظهر بتاعها ده اللي هو الجلد يا جماعه اللي هو الخشن يعني فرش سجاده سيراميك ما تتحركش. تمام. تسلم ايديك. دي كل درجات الوانها زي ما انت شايفين، بكل الدرجات موجوده والوانها كلها حلوه جدا. انا عايز اقول لك انت استنيت بالحلو للاخر يعني، ايه زي ما بقول كده الحلو في الاخر. ايه الجمال ده؟ اقسم بالله تحفه. اشكال كتير. دي عامله كام طيب قبل ما اجي لكم اقرب لكم منها؟ دي 450 2 في 3 دي اللي هي ال 3 دي. بصوا لا انا عايزه بس اقول لهم ان هنا تشوفوه زي الحفر كده يعني حاجه محترمه، مش حفر بس. والظهر كمان المحبب اللي هو ما يتحركش، دي بديل السجاده. انا عندي الظهر ده يا جماعه بس على جبلان من هنا، حاجه خطيره جدا في الفرش، ما بتحتاجش سجاده تحتها بصراحه، حلو قوي قوي. اشكالها كتير، اشكال ورسومات كتير. تمام. هي نفس المقاس ده بس نازله المقاس ده بس الموجود. تمام. دي قطيفه 3 دي. قطيفه 3 دي ترجع لنا كده. ده قطيفه قطيفه. ايه الجمال ده؟ والحرف بتاعها سجاده يعني حرف سجاده. عامله كام دي بس قبل ما نيجي نشوف الخامه؟ 550. دي 2 في 3 2 في 3 عامله 550. معلش هم تقيله قوي فمش قادرين يرفعوها، والله تقيله جدا فعلا. والظهر برده يا جماعه المحبب يعني لا سيراميك تزحلق من عليه ولا حاجه، وقطيفه فعلا وبرت قطيفه يعني انتوا شايفين معايا. بصوا حاجه محترمه قوي. اشكال برضو منها يا محمد، اشكال والوان منها. تمام. وبتحشحن يا جماعه بالقطع عادي جدا. موجود برضو معانا القطيفه الحفر ليزر. ايه الجمال ده؟ هي حفر ليزر، هي كلها ساده بس الشغل فيها حفر. دي 2 في 3 برضو ولا كام؟ وعامله كام برضو دي؟ دي هتبقى ب 400 جنيه. هقرب لكم تشوفوا الحفر برضو. دي ب 400 جنيه قطيفه حفر ساده يا جماعه، والظهر بتاعها برضو المحبب حلوه جدا. قطيفه برضو قطيفه. بصوا انا بقرب لكم بس تشوفوا الوبر عامله ازاي، حاجه محترمه جدا. الحفر اللي فيها ده ليزر بس هي لون واحد، بتيجي لون واحد؟ لا انا قصدي هي بتيجي كلها حته لون واحد، مش مدرجه الوان بس الشغل اللي فيها كله حفر. تمام.
خلصت جولة النهاردة. تعبتك معايا يا بكر وشكرا. تعبتك معايا يا محمد وشكرا جدا على الفيديو ده. احنا النهاردة فين؟ عند سنتر جامع البنات، العنوان بالتفصيل. هنزل لكم الصور حالا، هسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق وارقام للتواصل على طول. بيجي لهم شغل جديد يا جماعة في المكان، والمكان فيه كل ما يخص تجهيز العرايس من مفروشات وبلاستيكات وكل حاجة. لو حابين تشوفوا كل حاجة ان شاء الله قولوا لي في التعليقات، وانا اعمل لكم فيديوهات اليومين الجايين ان شاء الله من المكان. العنوان هنزل لكم حالا، ما تنسونيش في لايك وشير. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان. احنا واقفين دلوقتي قدام سنتر جامع البنات، هديكم برضو علامات مميزه توصلكم للمكان. هنلف كده على اليمين، هنلاقي ده كوبري الازهر اللي فوقنا واللي بعمل عليه زوم. ده يا جماعه الشارع بتاع بورسعيد وشارع الازهر وكوبري الازهر اللي قدامنا ده. لو جايين مترو برضو بصوا، ده كوبري الازهر زي ما اوريكم كده. واقرب محطه مترو هتكون محطه مترو باب الشعريه او العتبه، وتركبوا ميكروباص لحد جامع البنات وتنزلوا تمشوا الحته الصغيره دي. ده سنتر جامع البنات. واللي جاي من الاتجاه الثاني ده بقى من عند مديريه امن القاهره زي ما انتم شايفين، من الاتجاه اللي هناك ده كمان. وعندنا هناك اللي عامله عليه ده برضو وزوم، ده مول الازهر برضو. وفي ظهري ايه كمان هوريكم برضو علامات مميزه، اللي فوقي ده على طول كوبري الازهر، وفي وشنا الناحيه الثانيه على طول ده بنك مصر. بصوا كده دي علامات مميزه توصلكم للمكان بكل سهوله. هنعدي الطريق اليمه الثانيه بعد بنك مصر على طول، في وشنا هنلاقي العقاد زي ما انتم شايفين، وجنبه على طول سنتر جامع البنات. ده اللي انتم شايفينه ده اللي عملنا منه الجوله النهارده. سنتر ما شاء الله مش كله حافظات، موجود فيه كل ما يخص بقى المفروش بتاع العرايس وتجديد العرايس بقى من بلاستيكات فوط، كل حاجه هتلاقوها موجوده هناك. النهارده عملت لكم فيديو الحفاظات لانه طلب مني في التعليقات كتير، حاولت اجيب لكم اجدد الاشكال الموجوده هناك بالاسعار، وعلى طول بينزلوا لهم تشكيله جديده حلوه جدا. ما تبخلوش عليا بقى بلايك كتير جدا. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.